صور هنا شوف واش كاين شي فم ديال المدرسه قدام وشانطي لا الدري ملي غيخرج دابا هما هادي تاهي غتكون طريق تا هي طريق تا هي غيديروا لها دروك البيكا دروك غيحطوا لها البيكا شوف اسيدي اذا هادي طريق هادي سيدي طريق اخرى طريق شوف اسيدي انت الدريري فين شوف شوف واش هادي مدرسه شوف فين جا شوف فم ديال المدرسه سيدي فين جا انت شوف واش الدريري ملي غيخرج يجري في الزحام يحاول تصفقوا شي طوموبيل خاطر بولاد شوف اسيدي انت صنقر انت شوف شوف إذا هنا كي واش هذه مدرسة الباب دي هذا الباب ديال المدرسة إذا هذا الباب ديال المدرسة شوف تيكني تيكني الدراري الصغار حتى هما هو تيكني الدراري الصغار كيقراو في الراوي ديال المدرسة نقدروا نقولوا الدراري الصغار حقاو الواد غادي يجرهم والديهم أما هنا اللي هادو كاينين دراري اللي كيمشيو بوحدهم كيمشيو بوحدهم واش دري في الخرجه ديال المدرسه كيعيدي اذا الدري اللي عنده 2 متر ولا 3 يعني من وراء هاد 3 متر كيلقى راسو قدام الغلط قدام الشاطئ قدام الخطورة قدام سيدي الخطر هاد الخطر اللي على الكبار مبقى على الصغار يعني راه سيدي حنا كنخافوا حنا عيال كنخافوا من الشاطئ المدرسه كاينه وليداتنا حنا اللي كنطيبوا في خاطرنا ما حتى حاجه الوقت اللي غادي يجي يعني هنا راه كنتسائلوا على الجهه اللي رخصات ودارت هاد الدراسه واش ما راعاتش لهاد الامور هذا شوف السيد ديما حوادث كل عام كل عام كيموتوا دري هنايا كل عام وكل عام كديروا وقفه كل عام بسبب الطريق ما تحل من دري ودري هنا في هذا اللوطور دري ما ماتش والعام اللي قلت انا غرق دري هنا بسبب اللوطور وفي الطريق ديال اللوطور وما يسمعش الوالدين هذا الدرس ما عندهمش الكبده دري هذه الحوايج كيوقعوا هنايا اختي على اي حنا كنتواجدوا امام مدرسه تكنيك الاباء والاولياء ديال التلاميذ اللي كيقراو هنا كيأكدوا بانه هذه الطريقه هذه الفاصله ما بين الباب وما بين الطريق اللي غادي توصل لدارهم يلا جوج ديال الامطار وبالتالي غادي تكون خطوره على الوليدات الصغار في غياب لحقاش كتكون هذا دابا الان بحال على شبه عزله شبه عزله على هذه على هذه المؤسسه التعليميه وبالتالي الوليدات ما عندهمش منين يخرجوا ما عندهمش الا هذه الطريقه هذه حنا كنشوفوا المحيط هادشي خدام ما كيراعيوش حتى حنا كنشوفوا دابا المحيط ديال المؤسسه كله ها هو كله مشى بهذه الطريقه هذه يعني الدري كيولي مقابل الخطوره على اليمين وعلى اليسار ورا اللي خارج هذوك هما الراوي غادا بحال هكا يوقفوا ما غادا تدرو باش طوموبيل عاكرين عارف تقطع الشانطي عقول لي ياش يعني الامور شويه صبحات خطيره المهم كي قلت لكم قبيله الرساله غتوصل ان شاء الله ونتمنوا ياخذوا حل حنا باغين يديروا لنا حل ان شاء الله المدرسه حنا باغين وليداتنا يقراو في الامان ما باغينش وليداتنا يضيعوا لينا نتمنوا داكشي شكرا.